مشاهدينا، كتير من الشخصيات الناجحة على مستوى الصعيد بصراحة نقدر نقول ان مش هي مجرد نماذج ناجحة وبس، دي نماذج بتعافر في منصبها او في المهمة اللي هي يعني بتلقى عليها عشان خاطر تعمل نجاح في كل مكان. من ضمن النماذج اللي معانا النهارده نموذج يعني بالفعل يحتذى به، وهنتكلم عن كتير من التفصيل طبعا مع شخصياتنا النهارده، بس خلوني ابدا ان شخصياتنا النهارده ارتبطت برضو بكتير من النجاحات لغيرها من خلال احد المشروعات، وهو المشروع الوطني للقراءه اللي حقق نجاح كبير كلنا بنتابعه على السوشيال ميديا، شفنا اشتراك لعدد كتير من طلابنا باعمار مختلفه من مصر مع دول تانية. عارفين ان المشروع ده طبعا بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية. المشروع يعني بدأ في 2020، يعني أكتر من عام، وكل عام بيزيد من يرغب في الاشتراك في هذه المسابقة. خلوني أتعرف على ضيفتي ونتعرف على كتير من الأمور بقى من خلال وجودها معنا النهاردة. معنا أستاذة حنان حسين من أفضل 5 موجهين عموم على مستوى الجمهورية، وهي موجه عام المكتبات بأسوان. أهلا بيكي معنا، منورانا النهاردة أستاذة. شكرا. أستاذة حنان، أنا قلت بس يعني المسابقة أو المشروع الخاص بالقراءة لأني ده يعني مدخل، لكن حضرتك عملتي حاجات كتير حلوة، فخلينا الأول نتكلم عن هذا المشروع، لأني من خلال هذا المشروع ووقفة حضرتك مع عدد من الطلاب، في طالبة من أسوان هنا يعني حصدت جائزة ومركز رائع. نعرف التفاصيل منك بعد ما نهني حضرتك مرة تانية مناسبة طبعا شهر المرأة شهر مارس. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة بخير. ربنا يوفق كل امرأة عاملة وكل ست بيت برضو في كل في مجاله يعني. أكيد أكيد طبعا. أستاذة حنان، نبدأ بالمشروع. حضرتك كموجه عام مكتبات وحاصلة على لقب أفضل 5 موجهين عموم على مستوى الجمهورية، يعني وصلنا لده إزاي؟ والمشروع ده وصلنا إن إحنا ننجح طلابنا، أعتقد طالبة إكرام من مركز إدفو تقريبا. هي إكرام سيد عبد العظيم في مركز إدفو، خدت المركز الأول للفئة بتاعتها. تمام. حصلت على 500,000 جنيه جايزة. تمام. طيب نتكلم يعني على المشوار من البداية أستاذة حنان، عشان أوصل لأن أنا أحصل على لقب يعني أفضل موجه عموم على مستوى الجمهورية، ده مش سهل، فأكيد في حاجات كتيرة يعني خلف هذا الموضوع، نعرفها من حضرتك التفاصيل دي. والله هي رحلة طويلة شوية. فالحمد لله يعني بفضل موجهين، بفضل الاجتهاد في العمل برضو وحب العمل أهم حاجة. يعني حضرتك يعني طالما بتحب المجال اللي انت بتشتغلي فيه هتديله ثقة ثقة عمياء، ان انا طالما اديتي في المجال حتى لو كنت مش متخصصة فيه، اديتي في المجال وحاولتي تكوني تثبتي وجودك فيه زي ما بتدي له هيديكي. كويس. امانه يعني. طيب بداتي طبعا من الصغر زي اي انا ابتديت اخصائي مكتبات، انا كنت مدرس انجلش وبعدين حولت وحبيت المجال بصراحه. مجال المكتبات ابتديت بقى اجتهد اروح للموجهين، لان مجال المكتبات في العموم هتبصي له سهل، لكن لو يعني دخلت فيه كتخصص بقى تخصص تصنيف وتخصص فهرسه واعمال البحث، لان البحث احنا نعلم الطالب ان البحث رساله ماجستير مصغره. فانا السطر بيفرق معايا، لان انا ممكن اخد من مرجع معين، كتبت مثلا البحث 5 اسطر من مرجع معين، تحت عندي زي المتن كده لازم احط المرجع وأعلم الطالب ده بيكون المرجع كذا والطبعة كذا، والطبعة الأولى بتفرق والطبعة الثانية بتفرق، وكلمة مزيدة ومنقحة بتفرق، ورقم الإيداع للكتاب بيفرق. وحضرتك إزاي لما تيجي بقى تناقشي مع الدكتور أو تناقشي مع اللي هو المعلم يقول له بقى الطبعة الأولى يعني إيه، أنا بقى أدي الطالب يعني طبعة أولى يعني إيه، طبعة تانية يعني إيه، بتفرق في إيه، ممكن الكاتب الطبعة الأولى لا حاجات زيادة لا حاجات ناقصة، فاهم حضرتك ازاي؟ فحتى الباحث لما يجي
في المناقشة يتناقش في الحاجات الطبعة والكلام من ده، الدكتور او المشرف على رسالته او المشرف على البحث بتاعه بيعرف ان هو فاهم. فهمت حضرتك. بيتاكد ان هو دارس او متوغل في الموضوع من خلال ده. لما خدت الطبعه الاولى دخلت انا خدت الكتاب من الطبعه الاولى، ممكن الدكتور يروح يبحث في الكتاب في الطبعه الاولى لقيت المعلومه فعلا، لكن لو لقيتها في الطبعه الثانيه ممكن الكاتب يكون شالها او نقحها، احنا بنقول مزيده او منقحه. فلازم الحاجات الصغيره دي يعرفها الطالب. فيعني المشروعات الجديدة اللي بقى تحدي القراءة والمشروع الوطني، فما حضرتك ازاي خلت الطالب هي صحيح احنا بنقول القراءة ملكة، بس في بعض في حاليا في الوقت الحالي بقى التعود صحيح، لان حضرتك عودي ابنك عودي بنتك من هي صغيرة، غير لما انت بقى الملكة دي خلاص الملكة دي لوحدها طلع بيعرف القراءة بيعرف، لكن يكون ان الطالب ان دلوقتي يعني يدخل معايا في المجال ده حضرتك ازاي، انا اقول لهم الكتاب ده زي الصديق، قالوا لك الكتاب ده وحش مش هتفتحيه، اكيد قالوا لك الكتاب ده حلو لا هفتحه. لكن حضرتك كموجه عام مكتبات أسوان، هل فعلا يعني زي ما حضرتك قلتي القراءة ملكة، يعني في ناس بتحب فعلا من صغرها تقرأ وأهلها عودتها فبتكبر، لكن هل الإنترنت والشبكات المعلومات الكتيرة دلوقتي هل أصبحت يعني ضد القراءة ضد وجود مكتبة؟ كان زمان عندنا مهرجان القراءة للجميع، ده بنقتني من خلاله عدد من الكتب بأسعار رمزية جدا، وكانت عندنا مكتبة في البيت. يمكن دلوقتي مش هنلاقي الموضوع ده أستاذة حنان، فأنا شايفة أن حضراتكم بتحيوا ده من خلال توجيه المكتبات في المدارس، يعني حرصكم على أن كل مدرسة يبقى فيها عدد طبعا من الكتب، وأن المكتبات بتحيا، وأن في حصة لدخول المكتبة. إحنا كان زمان عندنا حصة لدخول المكتبة، ده حصة إجباري مش نشاط بختاره أو مختاروش، فكانت حاجة مهمة قوي لينا يعني. فحضراتكم بتواجهوا ده إزاي كموجه للمكتبات؟ احنا بنوجه ده بقى حضرتك للمنهج، في منهج المكتبات منزلين منهج من الوزاره بقى منزله منهج، فاهم حضرتك ازاي؟ وبعدين انا من الاول باخد من الكي جي 1 يعني حضرتك عندي مسرحة القصه. تمام حضرتك ازاي مسرحة القصه يحضروها جوه المكتبه؟ لا يعني انا لا يعني انا اخلي الطالب مش الطفل مش هيعرف يقرا، انا بحكي له الحكايه اقول له مين بيحب الدور ده، اعمل بقى ادوار من القصه عن حضرتك ازاي الطفل هيبقى عنده الشغف لما يبتدي بقى يعرف يقرا ويكتب، خلاص دخل على اولى دخل على تانية بيبقى عنده شغف في قراءه القصص دي. وبعدين انا مقيد الطفل في محور معين لدور معين، يعني ممكن يكون دور شريف في القصه فاهم حضرتك، لا ابدل بقى الادوار عشان الطفل ما يبتديش بقى يكره القصه يكره لما يكون الطفل هيبتدي يفتح الكتاب انا بقول لولي الامر معلش احنا دلوقتي مسرح القصه، قولي له الشخصيه الحلوه اللي في القصه اللي عجباك مين، انت تحب تكون اني شخصيه في الشخصيات دي فاهم حضرتك ازاي، فهخليه شغوف بالقراءه صحيح. لكن المعلومه السريعه بتتنسي بسرعه، يعني حضرتك فتحت النت وطلعت المعلومه وكتبتها خلاص وصل في بحث، لكن انا لما الباحث يروح لي في يعرف يعني ايه دواليب المعرفه فاهم حضرتك ازاي تصنيفه ازاي، انا في طلبه كانوا عندي بيجوا يقولوا لي امس احنا بنشكرك لان حتى لما يروحون الجامعه بقينا ندخل بدون ما نسال المسؤول عن المكتبه، انا بقيت ادخل على الدولاب مباشره للي انا عايزاه صح حضرتك ازاي، لان انا بعلمهم يعني ايه في التصنيف، اقول له يعني اما اجي اصنف 3 زيرو معارف عامه 100 فلسفه يعني ابتدي ادرس للطالب اتجاهه ايه. وبعدين افتح يا حبيبي او يا ماما افتحي الفهرسه، انت عايزه موضوع معين خلاص عرفتي الدولاب عشان ما تلفيش كمان على جميع الكتب، انت مش متخصصه صحيح، افتحي الفهرسه شوفي الفهرسه اللي هتطلبي فيها الموضوع اللي انت عايزاه بالظبط هتلاقيه في الفهرسه بتاعت الكتاب. فاقول لهم يعني ده بتنسي ولا ان انت على النت تقولي لا طبعا اللي انا بحثت بايدي ده فعلا اللي ثبت يا مس، لكن اللي انا فعلا طلعته من على النت تناسب بسرعه.
تمام. هرجع مره تانية لحضرتك لشخصيه استاذه حنان وحصولها على افضل موجه عموم على مستوى الجمهوريه. ده كان امتى بالتحديد التكريم ده استاذه؟ التكريم ده كان في شهر 9. في شهر 9 حصلتي، عفوا، تلقيتي الخبر ازاي يعني؟ ومين اللي بيرشح حضرتك؟ هل المديريه؟ لا، هي الوزاره. الوزاره. يعني تمام. نحكي برضو تفاصيل تلقي الخبر. انا والله اتصلوا بيا من الوزاره قالوا لي استاذ حنان يعني عايزينك متواجده في الوزاره، معلش ما تبعتيش اي مندوب او ما تفوضيش اي حد، حضرتك تيجي بشخصك. فانا ممكن لما بكونش مثلا يعني ممكن افوض يعني. فالدكتور اتصل بيا برضو تاني قلت لها انا في القاهره حاليا يعني. قالت لي لا ما تفوضيش حد ولازم تيجي بنفسك. اتفاجئت بقى انا وهناك، فاجئوني بالموضوع ده اللي احنا عاملينه فجأة والكلام ده. بس كانت مفاجأة رائعة أستاذة حنان. طبعاً طبعاً. بعد تدويج ومجهود كبير جدا زي ما حضرتك ذكرتي في مجال المكتبات. لكن انت في البداية كنتي انجليش وغيرتي من انجليش لمكتبات. يعني سبحان الله، وكأن ربنا بيخليكي. سبحان الله، ربنا يعني كده بيحط لنا زي ما تقولي واحد اتنين ثلاثة كده. يعني رحت مدرسة طول عمري في التجريبية يعني. تمام. كنت مدرسة الفنية سنتين او حاجة زي كده، وبعدين رحت عمري كله في مدرسة التجريبية. تمام. انا عندي في مكتبة التجريبية دي اكبر مكتبة انا اكاد يعني اجزم منها على مستوى الجمهورية. لانها فيها 15,000 كتاب. لا، ومكتبة يعني رائعة جدا، كلنا تربينا عليها بصراحة. مهات الكتب بصراحة. صحيح. فاهم حضرتك صحيح. ازاي؟ انا اصلا بحب القراءة. يعني فالشغف ده وجهك مهنيا كمان. فالحمد لله يعني انا كنت بحب القرايه يعني بصراحه. يعني ما فيش كتاب يقع تحت ايدي كده لازم يعني التهمه كده. ف كمان اثقلني في العمل كبر يعني المدرسه كبيره حضرتك ازاي، وشغلها كتير. وبعدين اللي متردد عليها من الوزاره كتير، فبتكتسب خبرات من الناس اللي بتيجي دي حضرتك. اللي ممكن توجهك بمعلومه. موجهين هنا كمان يعني بصراحه كانوا ناس يعني بصراحه نرفع لهم القبعه بامانه، يعني ناس محترمه وفاهمه شغلها وبتديكي، مش محدش بيبخل عليكي بمعلومه، لان مجال المكتبات ده يعني بصي حضرتك بتاخديه انشطه، بتاخديه ماده علميه، بتاخديه شغل فني، كل ده فاهم ينصب في المكتبه. نعم صحيح. جميع الانشطه يعني هتبص هتلاقي اذاعه، هتلاقي صحافه عندك، هتلاقي فنون، هتلاقي يعني هيقول لك طب الفنون ده شغلها يعني ايه علاقتها بالمكتبه؟ لا، انا ممكن الطالب اخليه يقرا الكتاب واقول له طلع لي طلع لي اللي انت قريته، فاهم ازاي، في صوره غلاف. جميل. بالتالي انا بطلع رسام كاريكاتير. صحيح. بالنسبه للكتب فاهم حضرتك ازاي؟ لا ممكن اطلعه، او ممكن يديني مبدع. فاهمين ازاي؟ ممكن اقول له انا عايزه حاجه عن التلوث، بس مش عايزاها اقراها، اعملها لي في رسم. انا عندي دلوقتي في مسابقه داخلين معايا طلبه الدمج، لو حضرتك لو شفت الرسومات بتاعتهم مش هتصدق ان دول طلبه الدمج. مسابقه ايه بقى؟ في مسابقه خاصه بطلبه الدمج فقط؟ لا، مسابقه للتعليم الفني فقط، فدخلوا فيها طلبه الدمج. جميل. فجايب لي لسه هوديها الوزاره، فقلت له مش معقول، قالوا لي والله ابله دي طلبه الدمج. رسومات. هي رسومات. رسومات عن التلوث. انا بدي الموضوع وهو بيطلعوا لي مستخرج على وما زالت المسابقات الداخل يعني مجال المكتبة أو أي مكتبة طبعا جوه المدرسة. يعني زمان كانت دايما المكتبة يعملوا لنا مسابقة بحثية، ويبقى بحث ويبقى فيه متسابقين كتير، وحصلنا على مراكز مع مكافآت. المكافآت كانت بتجذبنا شوية. يعني هل الشغل ده ما زال، ولا زي ما قلت لك أستاذة حنان في تحديات بتواجه المكتبة عموما والقراءة عموما؟ يعني أنا لسه دلوقتي برضو طالبة عندي كسبة مستوى الجمهورية، خدت المركز الثامن على مستوى الجمهورية، بنت في طالبة في سنة 6 اسمها رضوى. في عندي زميلها بقى يعني بيقول لك اتحدثي عن النوبة. تخيلي بقى ان الطالب اتعلم، عشان هيمتحن في القاهرة، اتعلم اللغة النوبية. ياه، ايه الشطارة دي؟ انا اتعلمت اللغة النوبية عشان لو سألوني
لما يجي اتسال في الامتحان في الوزاره برضو اقول لهم بعض الكلمات النوبيه واعرف اجاوب كده. فشوفي لما يعني بصي لما يوصل التحدي ان هو بيعمل حاجه تخص القراءه لكن برضو دخل في حاجات كتيره تانية. الحلو التعطش حضرتك ازاي لما تلاقي طالب متعطش لمعلومه واكتسبها منك يعني شيء بصراحه يعني بيفرحك جدا. يعني احنا نفسنا فرحانين وحضرتك عماله بتسرد لنا فوز اكتر من حد طالب باعمار مختلفه كتير. كلهم من اسوان في مسابقات كبرى. يعني مش احنا مش بنتكلم على مستوى الاداره التعليميه او على مستوى حتى الصعيد، احنا بنتكلم ساعات على مستوى الجمهوريه وما خارج الجمهوريه. يعني مثلا لو اتكلمنا عن اكرام اللي هي الحاصله على يعني المسابقه اللي هي خاصه بدوله الامارات، او دي تم تأهيلها ازاي؟ يعني هل انتوا اللي بتأهلوها ولا هي تأهلت مع نفسها؟ برضو نعرف احنا التفاصيل. بنعلن عن المسابقة حضرتك تمام. وبنقول حيثيات المسابقة ايه وشروطها، وده من اول السنة بنبتدي فيها، واللي عايز يشترك للطلبة من حضرتك ازاي. والمدرس بقى بيشتغل معها، وكمان المدرس بيتواصل مع البيت مع الأسرة. عفوا اخصائي المكتبه ولا المدرس؟ اخصائي المكتبه تمام. فبيتعاون بقى مع الاسره، فاهم حضرتك ازاي، في كيفيه انتقاء الكتاب، شروط المسابقه ايه. هما تقريبا المفروض ان هما بيقروا في 50 كتاب صحيح؟ 50 كتاب في التحدي. في التحدي لكن في المشروع الوطني بيقروا 30 كتاب. هي كسبت في 30 كتاب. في 30 كتاب ده. وفي مشروع التحدي 44 طالب خدوا مستوى الجمهوري، فبيجيهم جوائز برضو حوالي 2000 جنيه او 2000 الا كده للطالب، لغايه ما ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم السنه دي فيه يعني مجموعه حلوه ان شاء الله باذن الله كمان هندخل بيها ان شاء الله في التحدي وفي الوطني. فالطالب او الطالبه اللي بيدخل في المسابقات في المسابقات خلاص ده بيبقى عندي الطب قاري وتمام التمام. بس في احنا تريكات كده، احنا انا بقول لهم كمحكمين يعني يعني مثلا اكرام عندي لغه الجسد حلوه معاها. يعني انا اقول للطالب لما اجي امتحن قدام المحكم ما امتحنش لفظيا فقط، لازم جسمي يتكلم. لان صحيح. انت جسمك لما بيتكلم معنى كده ان انت تفاعلت مع اللي انت قريته، مع الكتاب. صحيح، مع اللي انت قريته حبيبي. يعني ايه يعني حلوه في اكرام بقى انها ايه بلغه الجسد، تحسي بقى مشاعرها كلها في الكتاب، مشاعرها كلها في اللي بتديهولك يعني حضرتك ازاي. فانا بقول لهم يعني ما قداش حفظت، يعني خلاص ان انت بتدي ايحاء للمحكم ان انت حفظت وبتسمع لي. لا، لما انت تدي ايحاء، الايحاء بتاعك كلغة جسد يبقى انت كده تفاعلت مع اللي انت قريته. فاهم حضرتك ازاي؟ انا متخيله اللي حضرتك بتقوليه يا استاذه حنان، متخيله قد ايه الولاد يبقوا شغوفين بالكتاب. يعني احنا زمان كان الكتاب نتضايق جدا ان احنا مش قادرين نخلصه، ونبقى يعني حريصين قوي على انه يخلص مثلا في الجزئيه دي في الفتره دي. فالمسابقات اللي زي كده فعلا هي تحدي زمن مع تحدي قراءه مع فكره اني انا فعلا اتخيل الكتاب. يعني كنا زمان لما نقرا قصه نتخيل زي ما حضرتك قلتي كده في البدايه احداث القصه وفين، ونبص حوالينا كده للطبيعه ونتكلم هل القصه فعلا فيها نفس السماء ونفس يعني كانت حاجات كثيره جدا في خيالنا بتتحرك بالقراءه. يعني فعلا انا متخيله وحضرتك بتتكلمي على الطلبه دول قد ايه يبقوا يعني حاسين بالكتاب وكانه الصديق اللي بيكلمهم بيرجعوا له. القراءه سياحه العقل. يعني انت صحيح. بتقرا في الكتاب بتجوب في خيالك، يعني بتشوف ده فين وده فين. طب حضرتك ازاي ممكن ينام ويصحى باللي هو قاريه؟ وبعدين انا لازم القارئ انا اقول له يعني حبيبي انا مش انا حتى لو ما كسبتش اكسب هكسب قرايتي للكتاب ايه؟ لازم ده يبقى مردوده على سلوكي، على احاديثي مع الاخرين. ازاي؟ مش شرط يا ماما ان انا خلاص انا لا انت ابص اقول لهم ايه؟ طب انت كقارئ، لو انت كقارئه يا ماما لما بتقعدي مع واحده مش قاريه بتحسي ايه؟ مش بيبقى في فرق في الحديث؟ مش بيبقى في فرق في التصرف؟ صحيح. تقول لي اه يا مس، قلت لهم بص يا حبايبي يعني عشان ممكن يعني طالب ما يكسبش
خلاص المقاييس مثلا الاخرانيه ما جت عشان ما يحبطش بقى، ما يحبطش صحيح. لا انا حتى بجتمع بيهم بعد ما بيخلصوا، اللي ربنا ما كرمش السنه دي السنه الجايه ربنا هيكرمه، بس احنا نشوف بقى ايه مردود القراءه علينا في تصرفاتنا في سلوكياتنا في احاديثنا مع الاخرين، كل ده لازم يكون مردود. وايه الغلطات اللي اخفقنا فيها في المره الاولى فنحاول نصلحها. في تريكات كده حبايبي بنبقى ايه، اي مثلا لما اجي اتسال ما اديش كل اللي عندي، ما احسسش اللي قدامي ان ده اخر ما عندي. لا عشان لما يسالني تاني ما اكررش الاجابه بالظبط. فهمت حضرتك. يعني اقول لهم المحكم سال على قد السؤال اجاوب، لكن طلعت كل ما عندك يبقى ده اخر ما عندي. وممكن تكون يعني حافظهم ومش قادر تستعين بال يعني احنا قرينا زي اكرام. قلت لهم لا، هي اكرام ادت ايحاء للمحكم اللي هم بيحكموهم من دبي، احنا انا اخر تحكيم عندي هنا، بعدي انا بيحكموهم في القاهره من دبي، النتيجه النهائيه هناك. بيتحكموا هناك بقى في دبي. قلت لهم بصوا يعني معنى ان هي تفاعلت بلغه الجسد بينت ان انا فعلا القراءه دي اثرت فيا، لكن انا اديت لفظيا وقعدت زي اللي بسمع كده، يبقى خلاص انت انا بسمع، سمعتي نصوص بعد ما خلصت امتحان بتنسي مش كده؟ قلت لهم هو الغرض من القراءه انها لازم تكون مؤثره فيكي حبيبتي، لازم تكون مؤثره فيكي، مش شرط ان انت تقريها وهتتنسي. اللي بيتابعونا نرجع مرة تانية بأولادنا للقراءة، يعني دوروا على القصص. احنا كنا زمان بنحرص على ان قصة مادة اللغة العربية ان احنا نخلصها قبل ما مدرس الفصل او مدرسة الفصل يخلصوها، كنا بيبقى عندنا شغف نعرف نهاية الاحداث. فدي حاجة من ضمن الحاجات الجميلة في القراءة. مش لازم تاخدوا لأولادكم في البداية الكتب الصفحات الكبيرة عشان ما يبدأوش يشعروا بالملل، خدوا الصفحات الاقل 20 صفحه 30 صفحه. هي ليها شروط. لا انا بتكلم عموما عن ان احنا نرجع باولادنا للقراءه استاذ حنان. يعني 15 صفحه يعني مطلوب مني مثلا في المراحل الاولانيه 15 صفحه بالظبط كده، ابتدي بعد كده اخليها ال 20 ابتدي كده حضرتك ازاي. ونبدا بالقصص والحاجات القصص اللي فيها خيال علمي، لان الخيال العلمي كان بيجذبنا بشكل رهيب جدا. يعني انا ما اعرفش الامور الدنيا اختلفت بالنسبه لاولادنا ولا لا، لكن حضراتكم اكيد مستوعبين ده كمواجهين طبعا. الاختراعات اللي اتحققت دلوقتي ما كانت خيال في الاول. صحيح صحيح. احنا كنا بنتخيل اعماق البحار وبنحس بيها من الكتب، ما كناش كلنا شفناها. هرجع لحضرتك نموذجنا الجميل اللي معانا النهارده مره ثانيه استاذه حنان، ويعني اختم معاكي برضو لقائي بعد التتويج وبعد كله. اكيد في انجازات كتيره فيما يتعلق بتوجيه المكتبات داخل مديريه التربيه والتعليم باسوان. حضرتك بتحطي خطط، ومهما كان الوزاره بتضع خطط طبعا على مستوى الجمهوريه، لكن دايما كل رائد في مجاله ليه فكره. افكار حضرتك القادمه ايه؟ شايفه المستقبل القادم فيما يتعلق بمجال المكتبات ايه؟ ايه اللي عايزه تعمليه وتحققيه خلال منصبك ووجودك في وظيفتك؟ والله بص حضرتك، لو انت ما اشتغلتيش، لو اشتغلتي تحت قياده تحبطك هتحبطي. صحيح. لكن الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا كده بقياده مستنيره. الحمد لله. حضرتك ازاي؟ يعني بنحط تصوراتنا، بنحط الحاجات افكارنا وبنحط تصورنا القادم، الحمد لله بيلاقي يعني صدى بامانه يعني. الحمد لله. وبعدين مش بيلاقي صدى، وبعدين عندنا استاذ عبد الكريم بيوصل الكلام ده للمحافظ. حضرتك ازاي؟ فانت بقى بتحاولي تثبتي اكتر، يعني انا عايزه احط رينج معين، لا بحطه اكتر لان انا المعايا يعني قياده مستنيره. من حضرتك ازاي؟ لا بتوصل صوتي وبتدعمني. من حضرتك؟ فانا بقى ايه يعني حته، لا اني ابتدي بقى اجيب للطلبه الكتب، ابتدي اعمل ندوات للاولاد ومحاضرات. فمن حضرتك ازاي؟ بحيث ان الطالب ما يحسش ان غرفه المكتبه دي هي غرفه عدى عليها وصباح الخير وخلاص. لا طيب. حضرتك ازاي؟ احنا طبعا اكيد منتظرين من حضرتك الكثير يعني، ومازال العطاء يعني مع حضرتك من خلال وجودك كموجه عام مكتبات اسوان. ومره ثانيه طبعا بنهنيكي على حصولك على لقب افضل موجه عموم على مستوى الجمهوريه. لقب حضرتك يعني باللي انت بتحكيه لي كده تستحقيه بجد وعن جداره.
الشعب أسوان كله منتظر طبعا مكتبة كبيرة بتبنى دلوقتي، يعني تحت الإنشاء، لكن السرعة شايفين المبنى بيكبر، بس كلنا منتظرين هذه المكتبة. فعلا المكتبات يا جماعة، احنا لما شفنا مكتبة الإسكندرية وعمق هذه المكتبة من الداخل وحجم الكتب الهائلة ومدى الروعة، لما عشان ناخد تيكت كده وندخل جوه المكتبة، احنا كلنا بقينا غيورين ان كل محافظة يكون فيها طبعا طبعا ولو جزء اكيد ضئيل من هذه اكيد المكتبة يعني. اكيد طبعا. فبجد انا بحييكي وبحيي حضرتك شكرا وكل خالص. القائمين مع حضرتك على الله إدارة المكتبات على مستوى المحافظة في كل بصراحة مدرسة. يعني انا مش لوحدي بأمانة، انا معايا الصف واحسد عليه بأمانة، يعني ربنا يكرمهم يديهم الصحة وفي ميزان حسناتهم بأمانة، يعني من اصغر اخصائي لغاية الموجه الاول، فاهم حضرتك؟ يعني كله بيبذل مجهود، ولما بيلاقوا نتاج المجهود ده كمان بصراحة يعني بيبذلوا أكتر. أكيد وربنا إن شاء الله بإذن الله يكرم كل إنسان بيدي عمله كما يجب. أكيد. أنا بشكر حضرتك أستاذة حنان شكرا مرة تانية، تحية وتقدير شكرا لنموذجنا الرائع اللي معانا النهاردة أستاذة حنان حسين، أفضل 5 موجهين عموما على مستوى الجمهورية وموجه عام المكتبات بأسوان. يعني كانت من ضمن اللي فعلا ساعدوا إن طلبة كثيرة من أسوان يحصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية وكمان خارج الجمهورية، زي ما قلنا مسابقة من ضمن المسابقات الهامة جدا مشروع القراءة الوطني اللي بيقام في دولة الإمارات. أنا بشكر حضرتك أستاذة حنان، تحياتنا شكرا لحضرتك ومزيد من التقدم والنجاح طبعا في عملك وفي كل حياتك.